تتجوز ايه الكلام الفاضي ده؟ دي كانت بتعشق باباكي، ده كان يبص لحاجه كده تقوم تتنفض تعملها له قبل ما هو يطلبها. صدقيني مفيش زي مامتك دي اتنين. ركزي بس مع عينيها هتعرفي هي حزينه عليه قد ايه. هي بس عامله جامده قدامكم كده، بس جواها هي مكسوره بجد. بص يا زياد، واضح ان زياره ماما ليك في العياده مأثره عليك حبتين ومخليك تنسى ان بابا ما كتبلهاش حاجه قبل ما يموت، وده في حد ذاته لغز. بقولك ايه، لو اللي على الباب اكرم ارجوكي تبطلي واخد التهديد بتاعت المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كان عندك حق، المره دي لا عشان خاطري. حاضر. هما فين؟ ممكن بقى تشوفولي حل في حياتي؟ انا ماليش غيركم اتكلم معاه. في يا شيري؟ مالك؟ زهقت يا جميله، زهقت مش قادره. تعالي. في ايه؟ قاعدة مع واحد على طول مشغول، ودايما سايبني لوحدي ولا عمره بيخرجني، ويوم ما اخرج يقعد يقولي كنت فين ورايحة فين وجاية منين ومع مين. انا خلاص مش قادرة، انا اتخنقت. غريبة، مع انكم مع بعض طول الوقت. ما هو عشان انت بتشوفنا دايما في الكافيه عند اكرم، دي الخروجة بقى الوحيدة اللي يعرفها. حافظ مش فاهم، انا بقى زهقت ومش طايقة. مش كفاية انه خلاني اسيب شغلي كمان؟ بعد ما كنت مذيعة مشهورة قد الدنيا والناس كلها بتشاور عليا، قعدني في البيت. ايوه يا شيري يا حبيبتي، بس ده كان برضاكي، انت كنت موافقه قدامنا كلنا. لا، ما هو اللي انتوا ما تعرفوش انه ضحك عليا. هو وعدني انه كل شهر هيديني المرتب اللي كنت باخده من القناه، وفي الاخر ما طلتش منه اي حاجه. طب انتوا عارفين بقى انه الفيلا اللي احنا قاعدين فيها دي ايجار؟ معقوله؟ اساله، مش صاحبك؟ خليه يوريك عقد التمليك لو بتاعته. طب معلش يا شيري انا اسفه، ما يمكن هو مش معاه يجيب بالتمليك. معاه؟ ما هي المصيبة انه معاه ملايين، وشايلهم كلهم في ودائع وشهادات، ومستخسر في مراته حتة بيت، وكمان ملايين خلف. كل ما افتح معاه الموضوع نقعد نتخانق للصبح، يعني لا بيت ولا عيال. طب هو متجوزني ليه؟ محطة في حياته ولا بس عشان انبساطه الفرفشة؟ معلش يا شيري اهدي وكل حاجة تتحل ان شاء الله. تلقش. لا لا، مش هسكت، انا خدت قرار ومش هرجع فيه، وانتوا هتساعدوني انه يخلص من غير محاكم ولا قضايا. انا هتطلق، ولو رفض هخلي جوز اختك يرفعلي عليه قضيه خلع. جوز اختي؟